يلي لا تصدقونا في الظلام. من أنتم؟ أنا مقاتل المجاهد مناضل شاعر من الخيمة من البادية. من أنتم؟ نحن قاومنا جبروت أمريكا، جبروت بريطانيا دون النووية. من أنتم؟ تصفقون سيادكم الأمريكان. أجهزة عربية للأسف الحقيقة تغدركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل يصيب كل ليبيا. أنا قاعد أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله. تصدقوا ها هو أول حاجة هذه الكذبة بتاعهم، شفت مش أمس قالوا لكم القذافي في فنزويلا وأنا قاعد. هذه المحطات العربية أكبر عدو، مشمت فيكم، تبغيهم تدمروا النفط وتدمروا الحرية وتدمروا السلطة الشعبية وتدمروا ليبيا، وما عادش تبدأ ليبيا لا طلعة عالمية ومغتاظين منكم، عشان كذا يسووا فيكم. بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا لمصلحه من؟ بالله لمصلحه من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم، الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ يخدمون الشيطان، يريد إهانتكم. المجد الذي يريدون يشوهوه. من أنتم؟ أنا جدي عبد السلام بن ميار، أول شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911. أنا سأموت شهيد في النهاية. أنا كم من عمري ما خايف من شيء. أنا دافع ثمن بقائي هنا. عندي بندقيتي، أنا حنقاتل أخذ قطر من قدمي ومعي الشعب الليبي. لم نستسلم. انتم تواجهون صخرة صماء، صخرة صلبة. من انتم؟ قوة معادية للديمقراطية، معادية للحرية، بتشوه الاسلام. ولادكم يموتوا لأي سبب، لأي غرض، لا 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 تدمير ليبيا، حرق ليبيا. شرطة ماتوا، أولادكم ماتوا.
مش انت بقتل نفس بلية كان قتل البشرية كلها. وهذه حتى تشكل من 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 حملة القرآن اللي هم 1,000,000 واحد، حملة القرآن في ليبيا، وأئمة المساجد انضاف اللي يعرفوا السنة ويعرفوا الوصول ويعرفوا السلفية الحقيقية. هذا الشيء الصحيح، هذا هو اللي يخدم الإنسان، يخدم حياتنا وتاريخنا. أنتم يا مرتزقة عندنا كارثة، خمس قواعد أمريكية فوق الأرض الليبية، منكم في مصر وجه بارون فاجدر قنبلة واحدة. نحن أجدر بليبيا من أولئك من تلك الجرذان وأولئك المهجورين. من هم هؤلاء المهجورين؟ ندفع لهم الثمن من المخابرات الإجنبية. لعنة الله عليهم، تركوا العار لأولادهم إذا عندهم أولاد، وتركوا العار لعائلاتهم إذا عندهم عائلات. أين كنتم؟ أين كان آباؤكم وأجدادكم؟ أين كنتم؟ أين كان آباؤكم وأجدادكم؟ أين كنتم أنتم؟ هذه آخرتها. أين كان آباؤكم وأجدادكم؟ هذه آخرتها. يا أهل بغدادي، هذه آخرتها. يضحكوا عليكم، أنتم سندج لهذه الدرجة. ما قلت أكلم أبداً ولا أباكم يشد هذا الأفاق. أين كنتم أنتم؟ تفتكر أن ليبيا سهلة؟ ليبيا دفعنا ثمنها غالي. معسكر مستشفى في بغازي، هذا كان معسكر ويفل، مكتوب اسم ويفل، لم يتجر أحد على أن يشطب على كلمة ويفل. عندهم ممنوع أن تضع أي لوحة للمحل باسم أعجمي، ما يصلح تسمي مثلا سيتي سنتر، فانتس مدري إيش، الأسامي هذه اللي بعض الناس يضعها على محلاتهم، لا هذا غير موجود. كل اللي موجود عندهم أسماء عربية فقط. لجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والأداب، تحمل أداب في الشارع، تمشي البنت وتمشي المرأة حتى في رأس عيان، ما حدش يعكسها ولا حد يخطف زي ما يجري الآن. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيرية بتاعت دولة الجماهير علشان وحدين مقملين ومسخين يتبعهم عملاء المخابرات الأجنبية؟ نحن صحينا بنفسنا كنا عند العدة للدخول في معركة مع أمريكا ومع بريطانيا فوق الأرض الليبية. وأعلنت من ميدان الجلاء في طرابلس، ما لم يتحقق الجلاء فإن القتال سيكون من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت ضد القوات الأمريكية. شيخ الشهداء عمر المختار هذا مجد، مجد بل اللي بهيب ولا العرب ولا المسلمين. ليبيا شجرة، نحن نتفيض ظلالها لأننا غرسناها بيدنا وسقيناها بدمها. تريد النجد، تريد القمة، كما تحب الحب عمر القذافي، رجال، نساء، بنات، أطفال، يلي مع معمر القذافي الثورة، مع معمر القذافي النجد، العزة لليبيا، الشعب الليبي في القمة. حرام يا جماعة، حرام انت تعرف حرام. يلا 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 يلا